كنا بنوزع بطاطين يعني على الناس الفقراء، وكان صادف هذه الأيام زي الأيام دي كده، كنا في برد شديد. وبعدين ماشيين كده بالليل حوالي الساعة 11 بالليل، ودي بالنسبة في زمان الشتاء يعني مغل في الليل، وجدنا امرأة أو صوت واحد بيكح بيسعل، فتتبعنا الصوت فوجدنا امرأة نايمة في بير السلم تحتها بطانية مقطعة وملفوفة ببطانية مقطعة برضه وبترتعش من البرد. الست دي أنا كنت أقدر سنها فوق 75 سنة، قاعدة لوحدها في بير السلم. فدخلنا عليها، قال إيه أنت قاعدة ليه كده يا ستي؟ قالت ابني نزلني من فوق. من فوق فين؟ هو ده فين بيتك؟ قالت ده بيتي، بيت عبارة عن دورين. قال ابني تنزلك ليه؟ لا، مراته أصرت إن أنا أمشي من البيت، يا كده هتتطلق، فنزلها من البيت من الشقة بتاعتها ده بيتها من عشان يعاتب بين السلم، ومفيش تحتها مرتبة مثلا، هي بطانية مقطعة وملفوفة بطانية مقطعة ترتعش فوق 75 سنة. هذا لا أنساه أبدا. الولد ده طبعا جاله بعد كده فشل كلوي، وأول ما جاله فشل كلوي غاب في المستشفى يروح يغسل ويتحجز في المستشفى الكلام ده، مراته طلبت الطلاق على طول ومات بحسرته، لأن أمه كانت ماتت قبل أن يصاب بهذا المرض. بر الوالد أو الوالدة ده باب مفتوح للعبد من أبواب الجنة، قال صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة. النبي عليه الصلاة والسلام توعد العاق، توعد العاق الذي يعق أباه أو يعق أمه، خاب وخسر، خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. أنت إذا كان لك أب ولا لك أم انتهز الفرصة. الأب باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة. في الأدب المفرد الإمام البخاري من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني وزوجتها غيري فغرت فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له ابن عباس أمك حية؟ قال نعم. قال اذهب فبرها. قال عطاء فسألناه لماذا سأله عن حياة أمه؟ قال لا أعلم شيئا، قال ابن عباس يعني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة، مثل بر الوالدة. الحديث ده أنا عهدي بهذا الحديث من أول زماني بالطلب من سنة 76، سنة 1976، من يوم ما قرأت هذا الحديث وأنا أبر أمي غاية البر، لأن أبي مات وكان سني حوالي 16 سنة، وستين 16 سنة لم أعرف معنى البر كما ينبغي، فصار في نفسي غصة أنني لم أعرف معنى البر قبل موت أبي رحمه الله، فبقيت بعوض بر أبي مع أمي، أفعل كل ما أستطيع لبرها، وأنا معترف أنني لم أصل بعد إلى شيء ذي بال من البر. يعني هي أغلى شيء في حياتي كلها أمي، أغلى من أولادي.
وأغلى من نسائي وأغلى من إخواتي، ليس هناك أحد على وجه الأرض أغلى من أمي. ولو إن أحد يفتدي أحدا لافتديتها، لو فيها مرض، لو يخرج هذا المرض بي أو يخرج بأولادي أو يخرج بنسائي، أنا أبذله راضيا لو كان أحد يفتدي أحدا. وأنا أرجو برها وأرجو ذخر دعائها لي، وأنا أشعر ببركة دعائها في حياتي. دعاء من دعائها الجميل دايما تدعيه، وأنا أعتبره من عدتي وأحسن دعاء أنا سمعته في حياتي من أمي حفظها الله، وأسأل الله أن يطيل بقاءها وأن أختم لها بخير وسائر نساء المسلمين سائر الأمهات. تقول يا ابني ربنا حبب فيه خلقه والحصف أرضه، يعني كده بتطلع كده سهلة وهينة وجميلة ومن القلب، فالدنيا متفتحة، أشعر ببركة في رزقي وببركة في فهمي وببركة في وقتي وببركة في طاعة أولادي وطاعة نسائي، أشعر بهذه البركة كلها بسبب بر الأم. من يوم أن قرأت هذا الحديث في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري وهذا ديدني، وأنا أضع هذه الصورة أمام عيني. فلأجل هذا أنا أقول لأي ولد أو بنت عقت أباها أو عقت أمها، ده باب من أبواب الجنة، يوشك أن يغلق هذا الباب، انتهز الفرصة، انتهز الفرصة.